ولكن هذا بالنسبه بالنسبه لهذ المقاولات كان ما عندوش امكانيات باش انه يدخل في هذه المشاريع. هذا بحال صغر ضروري خصك لوكال، ضروري خصك فلوس، ضروري خصك باش تجي في الريجيستر كوميرس. الوغ جات الدوله اقترحت واحد الحل اللي هو سماتو المقاول الذاتي. هنا غادي نتكلموا على المقاول الذاتي كمقاوله ذاتيه. الشاب ممكن بزيرو درهم انه يبدا المقاوله ديالو، و ميم طون غادي نتكلموا كيفاش اننا نقدروا نجيبوا الدعم، يعني الدعم المادي عن طريق مجموعه ديال المؤسسات اللي كتدعمها الدوله، بينها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بينها صندوق الدعم المالي للمقاوله الصغرى السجي اللي كيدعمنا قبل ما تنشا المقاوله ومن بعد ما تنشا المقاوله. يعني من بعد ما تنشا المقاوله هنا غادي ندخلوا في واحد الفصول اخرى اللي غادي نذكرها في العام. بالنسبه لي انا ما عرفتش راسي، انا محمد امين ديلي، خبير استشاري في قوى الانظمه المعلوماتيه، اوتو انتربرونور، رئيس المنتدى الدولي في تحت ثقافه العام. تشرفني سيادتكم تاعنا بمعرفتكم. كنت في الاوراش الدوليه الحاليه صدرت انشاء شراكات معاهم، وواحد الموثق لفرنسا اللي كنت ديجا انا كنخدم معاه في منتدى تواصل الثقافات باش كنت خدام في الرباط في هذا الميدان ديال الاوراش التطوعيه الدوليه. بالنسبه غادي نرجعوا للموضوع ديالنا البديل المقاولاتي. هذا عباره عن بطاقه ديال المقاول الذاتي اللي فيها السجل الوطني المقاول الذاتي اللي نشرفها من بعد. وكتنهج هاد الدولة في خلق مقاولات جديدة، لأن الدولة دابا مابقاش كتشوف القطاع التوظيف كواحد القطاع اللي هو منتج، يعني باش أنا كنحطك في إدارة باش دير لي أوراقات وداكشي مابقاش كتش ألوغ خصني شي دوك الفلوس نستثمر هذاك الكراج اللي تكريو. يعني كاين مكاينش مشكل، ماشي بار كونتر السجل التجاري خص كل واحد ديالو، باش كل واحد لاباركونت ديالو، كل واحد نظام جبائي مناسب. يعني النظام الجبائي المناسب اللي كنجيو كنتكلموا عليه، معليش النظام الجبائي المناسب اللي كنجيو كنتكلموا عليه كنهضروا على مجموعه ديال الامور اللي هي كتعلق بالضريبه. الضريبه اللي حنا ديما كنهربوا منها، اللي كتشكل لنا واحد العائق صراحه، بالاخص ماشي لينا حنا، ولكن بالاخص دوك زونتربرونور اللي عاد بادين، مقاول بادي كيقول لك انا راني عاد بادين، مازال باري بونك بي ام سي اي، كاين صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى، كاين القروض الصغرى، كاين برنامج رواش. هنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كنعطى سيدنا في 2014 كنعطى التعيينات ديالو باش يدعموا المقاولات الصغرى والمتوسطه، وبالاخص التعاونيات. وفي هذا الصدد غادي نخلي الاستاذ مولي هو اللي يتكلم من بعد انا نخليه، بالاخص بحكم ان عنده واحد الخبره ما شاء الله كبيره في هذا المجال، هذا واحد التجربه كبيره. البريد بنك والبي ام سي اي من بعد غادي نشرح لكم علاش انني ذكرتهم هادو بالاخص، ماشي دعايه قلتي الاخت منال، ولكن كاين واحد السبب، واحد لافونتاج كيعطيو، واحد الامتياز كيعطيو هاد جوج ديال لي بنك. وكان صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى، صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى غادي نحتاجو، لان غادي نحتاجو اما من قبل اما ما تواصلناش معاه نهائيا، غادي نحتاجو في واحد المرحله من المراحل ديالنا اللي نقدروا نكونوا مثلا اما قريب ندفعوا فيا الله يحفظ يستر، اما محتاجين كريدي من البنك ديال حاجه. امير هضر ليا مع راه جا نمشيو انا وياه نمشيو للمجلس الى اخره، كتجي في الاجراءات كيجيو كيقولوا لها فين راه البلاصه ديالك، كيجيو كيشوفوها كيعمروا لها، هما كيجيو يسالوا شنو خاصك حدود داك الثمن. الو فهمتيني؟ يعني هنا كاين هاد النقطة هادي مهمة، هادي هي الضمانة ديالهم، يعمروك وخليوك. كنمشيو ندخلو باش بغيت نطلب بروجي ديال 20 مليون خاصني 6 مليون، كذلك 30 مليون خاصني 9 مليون، الله مين جاب هاد الفلوس؟ أنا ما عنديش، أنا باقي طالب، باقي جالس، باقي هنا. كنجي هنا الأبناك ديال البنك المغربي للتجارة الخارجية باريد بنك، ديك لاكارت أون أونتربرونور كتمشي عندهم كتطلب قرض شرافي. قرض شرافي كيكون سونز انتيغي، هادو هما بوحدهم اللي ما كيعطيك، من بعد اللي بغا غادي يعطيه نمرة ديال السيرفيس، لان ماشي معليش تمشي عندهم هنا مزال انا مزال انا تاخذ والو مشيت يعني ما لي زانفورماسيون كاين اللي ما عندهمش، لان بحكم ان المقاول الذاتي ماشي بزاف اللي كيديروها، ماشي بزاف اللي كطلبوا القرض الشرافي. الو روح النمرة ديالهم تقدر تتصل بهم في كازا ولا غادي يتواصلوا معاك وغادي يعطيوك هذه المعلومات على البريد البنك المغربي للتجاره الخارجيه والبريد.
كتبقى في شرفي سون انتيغي من بعد ديك اوتو انتربرونور. كان هذا السؤال اللي نطرحه في شنو هي الدعامه، شنو هي الضمانات اللي كنقدم انا لابونك واش كتقدم؟ ما كانتش ضمانات، لان هنا فين كيجي داك القرض تاعنا سي سي جي دعم مالي، صندوق الدعم المالي مقاولة الصغرى كيجي كيقول عطيني فلوس عطيهم فلوس. انا هذه كنظن في المرحلة ندوزو لمرحلة اخرى اخر مع 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 البنوك وكيدعمهم وكي هو اللي كيضمن لك الفلوس ديالك. يعني في حالة بمعنى الضمان في حالة انك انت كيقول له عطيه فلوس، حالة انك انت مثلا كيعطيكش فلوس انت ديريكت مو بحال المبادرة ولا فلوس، ولكن في حالة وقع لك شي اعاق من باب محفوظ ولا تفايدو كيجي هو كيرد لهم فلوسهم. داكوغ كتكون واحد الحصة ديال البنك هنا القروض الصغرى. كاين القروض فردية المقاولات تهزيز انشطة مخيرة كما سبقنا وتكلمنا يعني اختصاص بحكم انك انت نائب برلماني وهذا هو الدور ديال نائب برلماني ماشي ماشي فقط الحضور في الحضور داخل البرلمان. الدور ديال النائب البرلماني هو النظام في جميع المنتجات وجميع المؤسسات. غير واحد النقطه اخرى اللي بغيت نندفع المقاول الذاتي، يعني شابتو مجموعه نتاع المشاكل، مجموعه نتاع الاختلالات، مجموعه تاع ما عندوش يعني ما القانون ما واضحش، كاين تغارات في القانون. لهذا حنايا يعني لاول مره يعني في ظل النظام الداخلي نتاع مجلس النواب الحالي تنقدروا نديروا مهمه استطلاعيه على قانون، يعني مهمه استطلاعيه هي خلق لجنه فرعيه تتدارس قانون، يعني ديجا تمت المصادقه ديالو تتشوف الواقع ديالو ومدى التطبيق ديالو، واش الهيئات ولا القطاعات اللي تتهمهم هذا القانون واش سون ساتيسفي هذا القانون، واش عندهم شي يعني القانون راه تيتطور يعني كلشي، يعني واش عندهم شي مقترحات. وحنا كفريق اشتراكي بحكم بانني عضوه القطاعات الاجتماعيه تقدمت بطلب عقد لجنه فرعيه لتدارس هذاك القانون 114 ونشوفوا الواقع ديالو، وغنكون راه يعني ملي غتكون الدراسه ديالو راه نتصل بكم ونكون يعني المقترحات نتاع جميع ان شاء الله. استاذ مدام واحد السؤال لك استاذ بالمناسبه، واش هاد بالنسبه للناس لي زوتو انتربرونور واش غادي تشاركوا في هاد الحوار والدول اللي كتشاركهم، واش كاين مثلا المجتمع المدني اللي كتهتم بهاد الناس هادو واش هادي اللي كتشارك الوزاره؟ لا ما كتشاركش لا لا حنا كاينش واحد الحوار يعني المناقشه ديالنا غتكون مع الوزير ومع المديريه المكلفه بهاد المقاولات يعني كمقترح انا غير كمقترح ويمكن انت تصحح لي يمكن واش يعني المشاكل ديالهم الحقيقيه بغض النظر على الثغرات اللي كاينين في القانون ديال المقاول الذاتي واللي مستياسيه تكون راني عارف كاين لك الطالع على كل شيء الحمد لله كتخدمي ما شاء الله عليك، ولكن واش هذا النظام بغض النظر على شيء يعني خص يكون واحد التواصل مباشر مع المقاولين الذاتيين لان نعرفوا ديك الساعه المشاكل والصعوبات اللي كيلقاوها في الديرة، لان كاين شي حوايج ديال انا شي حوايج مثلا قبل ما نخدم مشيت قريت في الانستيتيس بريفي دي لونسيني موتي كليك انفورماتيك، بقيت كندير البروغرام كنحسب لي راسي انني مزيان واعر، ملي كتمشي كتخدم كتلقى شي حوايج اخرين، كتلقى شي صعوبات اخرين، ملي كتمشي عاوتاني كدير كتولي كتواجه مثلا كدير واحد الشركه ديالك كدير تلقى صعوبات اخرين مع المجتمع المدني مع الدوله مع الناس اللي كيون ديالك، كتلقى اكراهات اخرين بالنسبه للضرائب. عاوتاني ملي كديروا اونتربرون سي المومني ديما تنقولوا المقترحات ديالكم حتى نتوما كجمعيات كمجتمع مدني، ولكن المشكل اللي عندنا باننا حنايا اللي تنعيشوا هنا في المجتمع باننا عندنا واحد الفراغ في التشريع، يعني قوانين يعني تتشرع تتخرج للوجود ولكن تتكون مفرغه ولا محمله بمجموعه تاع المراسم التطبيقيه اللي تيصعب الاخراج ديالها للوجود للوجود، وهاد القوانين اللي نتناو في المجموعه يعني انا يعني عاد مبتدئه يعني عام ونص في التشريع يعني ماشي خصوصا انا بعيده كل البعد على القانون وديك الشيء، تنشوفوا بان مجموعه من غير هاد القانون مجموعه تاع القوانين اللي تتم يعني بطريقه تقنيه
اللي تيسهروا عليها يعني اطر وديك شي كبارين في البلاد وديك شي، ولكن تتم بواحد الطريقه تقنيه ما تيتمش اشراك يعني المجد المعنيه بالامر ولا الهيئات المعنيه بالامر. يعني تيعطيو التقنيه تيخرج قانون في القانون، يعني داكشي تيكون قانون مقرر يعني متم داكشي الرفع، ولكن الا تيكون يعني ملي تتجلس مع المهنيين ولا تتجلس مع القطاعات تتمهم تلقى بان بعيد كل البعد. هذاك عنده واحد استراتيجيه واحد التصور كتقني كإطار، ولكن الواقع كالاخر تيكون اخر. يعني هذا هو اللي تنحاولوا حاليا نعملوا عليه بهذه المهمه الاستطلاعيه على القوانين، باننا تنجلسوا مع القطاعات تنجلسوا مع المعنيين بالقطاع ولا بالقانون تيفسروا لنا تيعطيو لنا شنو خاصهم المشاكل اللي تيعانوها الاسقاطات نتاع هذا القانون، واش يعني كاين تجاوب معاه ولا ما كاينش. يعني هذا هو المشرع، هذا هو يعني الباب اللي خولنا مؤخرا باننا تنقدروا نديروا هذه الرقابه على القوانين وتنقدروا نجلسوا مع المهنيين. اما في اطار المناقشه تتكون مع الوزاره المعنيه. يعني حنا كنقطاع المعني، حنا كمجهودات شخصيه يعني وكمجهودات تاع النواب اللي تيبغي يعني باش يقد ميل في يعني يواكبوا ويتابعوا تيخصو يجلس مع القطاعات المعنيه باش يعرف التصور. ما يمكنلكش تمشي في التشرع وانت تشوف غير التصور نتاع الحكومه، يعني تكون عارف يعني من جانبين. يعني حتى الإكراهات يعني قوانين تدار بطريقه تقنيه، ما تيتمش الاستشاره. مجموعه هذه المشكل ماشي غير تاع القوانين، مجموعه تاع الجميع، لا وكاله الاصفار، لا الاطباء القطاعات، يعني تيكون داك الشيء تقني. وهذا هما ما تنحاولوا بان يعني نغيروا في اطار الرقابه ديالنا اللي تيخولها من الدستور. تبارك الله. واش عمرك لهم ديال الاسئله؟ واش الجمعيه ديال الاوراق شفت الاوراق راه ديجا راه ملوكاليزي في الاتحاد الاوروبي ديجا، يمكن نقولوا لها لك واش راه ملوكاليزي. راه نهضر لك على وحده جديده ما عمرو ما كتعرفهاش الاتحاد الاوروبي، خاصها تعمر لي زانفورماسيون ديالها في لو سيت ديال لينيو. بغيتو تسكاني لهم كاع الاوراق ديال الجمعيه، كلشي 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 راه سي نورمال كاع دابا كلشي راه كيتمشى بالبي دي اف. سير من شهر باش نعمر لهم ذاك. بالنسبه للتعاونيات حاجه اخرى، التعاونيات كاين مثلا يوم الشهر تكون عندك تعاون موجوده ولات ساهله غير ورقه كتعمرها كتقال فيها خمسه ديال الناس كتقاليزيها كتصيفط تمشي للمكتب ديال التعاون التعاونيات اللي كاين موجوده كيعطوك واحد الاسم يفاليديوه كتمشي للمحكمه ديال النابور كدير الدوسي ديال القانون الاساسي وكذا واحد 40 يقول لك اجي ترجع وكيعطيو لك القرار. هذاك القرار به كتخدم به دابا كتخدم. بالنسبه للتعاونيات بالنسبه للتمويل الاجنبي كاين مثلا السفاره البلجيكيه راه كتعاون هنايا واحد التعاونيه هنا في الدوله السخان راه كتعاون السفاره الفرنسيه ونعطيك سلام. بالنسبه للتمويل انا جبت تمويل غير بلديات اسبانيا غير بلديات صافي بلا، ولكن كلهم البلديات في اسبانيا ولا في فرنسا ولا في هولندا ولا في المانيا اللي كيعرف اللغه الالمانيه عندهم ان لابيل دو بروجي لافريك كلهم حنا ما كنعرفوهمش. كيفاش شراكات؟ فيهم غير واحد 10 12 كيف 20 مليون، ولكن راه مهمه بالنسبه لواحد الجمعيه هنا في المغرب. انا جبت من واحد البلديه سميتها بوينكا في اسبانيا، جبنا واحد صوبنا المدرسه 18 مليون عطاهم، صوبنا شي مدارس وكذا وكذا. غير بلاتير ما كنمشي عندهم هما اللي كيجيو. انا مساله بسيطه ولكن ما كنعرفوهاش، هذا واحد المجال اخر يعني خصني تعلموه. مثلا انا عندي جمعيه خصني واحد يكون عندي ان اكسبير غير ديال يقابل لي غير اورديناتور ما يخرج ما والو، يقابل لي زابيل ا بروجي دير غير في جوجل ابيل ا بروجي غتلقى الالاف ديال لي زابيل ا بروجي، ولكن خصك ان اكسبير اللي يعمر. راه كاين بروجي ديال الاتحاد الاوروبي اللي درتو هنايا في 60 صفحه يعني الكتاب شي ساهل، كاين بروجي اللي فيه غير 10 صفحات كاين ديال خمسه على حسب يعني وشنو باغي دير. يعني بالنسبه للمبتدئين اسهل طريق هو تمشي للانديهاش المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يقدر يمولوا لك البروجي. البروجي الاولاني ديالك ما خصكش تطلب بزاف، تطلب غير واحد 8 9 مليون غير باش تبدا، من بعد تقدر تطلبهم اكثر. كاين الجهه الشرقيه هذه السنه بدات في الجمعيات النسويه عطات لهم كاملين 5 مليون. جمعيه الكونفدراسيون على الصعيد الجهه الشرقيه هذه النقط مهمة جدا، ولكن المشكل اللي عندنا حنا كنهضروا على الجمعيات ديال بالنسبة للنقط اللي كيقول الأستاذ مزيان
المشكل اللي كاين خص التكوين والتاثير للمجتمع المدني. المجتمع المدني ما كيعرفش راسو كيفاش مثلا غادي يشتغل او كيف يعني كيفاش منين غادي يجيب الدعم. هذا هو المشكل عندنا حنا كمجتمع مدني. دائما حنا كفيدراس الكرامه يعني كان ننبهوا كان يعني كنوصلوا للميساج للمجتمع المدني كيفاش يأثر يعني يكون راسو. هذا هو الهدف ديالنا باش الانسان يعني الجمعيه تكون قد على راسها باش دير البروجيات المشاريع يعني غير بوحديتها. هذا هو المشكل. بالنسبه للنقطه اللي قال الاستاذ الفضيله مزيانه يعني كيفاش المجتمع المدني غادي يجيب الدعم باش يخدم راه مزيان. استاذ انت حقيقيا هذا المتبادل في ثقافه هذا هو تقطع الشباب والتوعيه ديالهم وتكون ديالهم في مختلف المجالات.